73 قاضية من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة يؤدون اليمين القانوني لتعيينهم بالمحاكم الابتدائية أمام وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء المحاكم. اليوم نحتفل بجيل آخر من قاضيات مصر وبعدد يفوق الأجيال السابقة. ينص الدستور المصري على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق الخاصة وخاصة في تولي وظائف الجهات والهيئات القضائية. ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، كان موقف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة أن يكون تمثيل المرأة في القضاء والنيابة العامة تمثيلا جديا ومتكافئا. في كلمته للقضيات أكد وزير العدل عمر مروان أن الدولة المصرية حريصة على تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في تقليد مختلف الوظائف العامة، وكذلك ترسيخا للمبدأ الدستوري للتعيين في الجهات القضائية دون استثناء. واليوم تعتلون منصة القضاء الرفيعة وتتأهبن للحكم بين الناس بالعدل، وهي مسؤولية عظيمة تلقي عليكن بتبعات جسيمة، فالعمل القضائي ضمانة للأمن والاستقرار في المجتمع، ولذلك عليكن الإخلاص في طلب العلم والحرص على التفوق فيه والتمسك بالقيم والتقاليد القضائية. بعد أداء اليمين القانونية أكدنا القضيات مدى الفخر والسعادة باعتلائهم منصة القضاء، موجهين الشكر لكل القيادات وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شعور طبعا بالفخر جدا يعني، وأكيد أنا مبسوطة جدا إن أنا خدت الخطوة دي، وإن أنا من ضمن طبعا القاضيات العظيمات اللي تولنا لمنصة القضاء. أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمرأة المصرية في كافة المجالات، مش في مجال القضاء بس، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية. احنا بسبب الشرف العظيم ده نلنا مكانة في القضاء، نشكر ربنا عليها، ويا رب نكون عند حسن ظنه ونكون قد المسؤولية اللي هو ولاها لنا. كما أشرنا القضيات أنهم ماضون في التأكيد على دورهم في إعلاء قيم العدالة والالتزام بالمسلك القضائي القوية والحفاظ على وقار الوظيفة القضائية. ولاية القضاء أمر جلل وعظيم، وربنا يقدرنا ويساعدنا ونكون قد المسؤولية. اشتغلنا كتير قوي على نفسنا عشان نوصل للمكانة دي المرموقة اللي احنا فيها النهاردة، ان شاء الله بإذن الله نبقى قد المسؤولية دي بإذن الله. ربنا يقدرنا ان شاء الله على يعني المهمة العظيمة اللي ربنا اختارنا فيها دي، وربنا يوفقنا ان شاء الله. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته فينا وان هو مكننا من القضاء، وان شاء الله اكيد ان شاء الله هنكون قد المسؤوليه دي. وطبعا ده حدث جلل النهارده، مبسوطين بيه جدا، وربنا يوفقنا ان شاء الله فيما هو قادم. اصبحت المراه المصريه يعني بتدخل في كل المجالات، حتى القضاء اصبحت الاعداد كبيره الحمد لله. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرارا رقم 338 لسنه 2022، والذي ينص على تعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية. سطر جديد يضاف إلى تاريخ القضاء المصري نحو تمكين المرأة من اعتلاء منصة القضاء، فخر يؤكد رؤية القيادة السياسية في تمكين المرأة وإيمانه بقدراتها على كافة المستويات، وذلك وفقا للدستور وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في المجالات كافة. رمضان المطعني، النيل.